فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا والضيف نتاعنا اليوم السيد كريم الهلالي رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد، باش نحكيو على عديد المواضيع اكيد اهمها عقد الاستشاره اللي وقع امضاء البارح، اكيد عقد مهم جدا خصوصا في ظل الصعوبات الماليه الكبيره اللي تعيشها جامعه التونسيه لكره اليد. سي كريم اهلا بك. مرحبا بك سلام، ومرحبا بكل المستمعين في اكسبريس وكل عائلة كرة اليد تتبع فينا. مرحبا سي كريم. دونك اكيد نجم نقولوا جاء في وقته العقد اليوم في تول البارح مسيرش مع تونيزي تيليكوم. والله هو جاء في وقته، هو مش عقد فقط، هو مزوز عقود اسلام. العقد الاولاني يمضينا مع اتصالات تونس، وعايزين ايضا مع الشركه الوطنيه لتوزيع البترول اجيل، زوز عقود مهمين مع زوز شركات وطنيه كبيره. تأكد اللي كرة اليد رغم الصعوبات قادرين باش نستقطبوا، هذا التزمنا به في برنامجنا. قلنا لي ان شاء الله قادرين انه نسترجع المستشارين التقليديين اللي تعاملوا معنا، وهذوما زوز مستشارين اسلام كنا معاهم وقت اللي كنت انا في الجامعه. كنا نتعاملوا معاهم، كنا معاهم في عقود بعد تم التخلي عليهم بعد مغادرتي، بعد تم فسخ العقود، واليوم مع الناس حتى مستشار تقريبا في الجامعه بخلاف مؤسسه واثنين، اليوم سعداء بهذه الشراكه التاريخيه اللي ترجع العلاقه مع الشركات هذه اذا ما كانت عليه في السابق، وان شاء الله تعود تكون طالع خير على كره اليد التونسيه اللي محتاجه الى الدعم. تعرفوا الوضعيه الماليه المزريه جدا اللي لقينا عليها المكتب الجامعه، دونك مرحبا بالعقود هذه، وشكرا للإدارة العامة نتاع المؤسسة 22، ودعوة إلى بقية المؤسسات يعني باش يستثمروا في الرياضة، لأنه الرياضة وخاصة رياضة كرة اليد هي رياضة يعني ناجحة رغم كل شيء، رياضة ناجحة، رياضة قادرة باش تنافس على المستوى الدولي، رياضة يعني أكثر تتويجا في الرياضات الجماعية الكل، وتوينس عندهم عطف خاص على رياضة كرة اليد. فدعوة للمستثمرين اليوم مرة في استشار في أشياء حقيقة في بعض الأحيان ما عندها حتى معنى، اليوم الاستثمار في رياضة كما كرة اليد هو استثمار ناجح، والناس اللي المؤسسات اللي عبر التاريخ يعني اللي ارتبطوا بعقود شراكة مع كرة اليد التونسية كانوا رابحين. يقول قائل زوز مؤسسات هذو معلاش مشاو سي كريم في وقت سابق، وعلى جاو اليوم باش اقنعتهم؟ شنو هو البروجي اللي اقنعتوا به زوز مؤسسات هذو؟ انا اقول لك الشركه مثل اتصالات تونس يعني منذ 2003 موجوده على قميص المنتخب التونسي حتى لسنه 2013 وقت اللي غادرت انا الجامعه، كان خيار من المكتب السابق باش يمشي مع مؤسسه اخرى. الخيار هدايا تشوف المؤسسه الاخرى بعد نهايه العقد خليت على الجامعه، وقعدنا بلاش شريك اتصالات في قطاع الاتصالات. كانت هناك مشاكل حتى في القضاء ما بين الجامعه وما بين شركه اتصالات تونس. يعني كانت لقيت قضايا موجوده ما بين الجامعه واتصالات تونس، سعينا وصفينا الاشكاليات كل، ورجعنا اليوم رغبه مشتركه منا كجامعه ومن إدارة عامة اتصالات تونس، الشركة اللي تمن بكرة اليد، وإحنا فما جدية زادة تاع مكتب جامعي، فما بيرسيفيرونس الأمور هذيا، فما يعني طريقة تاع تعامل اللي تخليك معناتها الناس تعطيك ثقة وتمشي معك إسلام. أكيد سي كريم، خلينا نجم نعرفوا تفاصيل شوية على عقود معاش مالية ولا عقود زمنية. نذكر هي عقود مهمة على المستوى المالي، مانيش نذكر المبالغ خاطر ما نجمش نذكر المبالغ، ولكن نقول اللي هي عقود مهمة، وخاصة رسالة اللي كونوا الرياضة هذه تاع كرة اليد نجموا مازالت تجلب كبرى الشركات وتجلب المستشارين وتجلب معناتها الماركات اللي العالمية، ومازال هناك عقود أخرى. نحن اتفقنا تقريبا، مازلنا ما مضيناش، لكن اتفقنا رسميا مع شركة كبرى في مجال التأمين اللي كانت أيضا شريك مع الجامعة، نجم نقولها شركة أمي للتأمين،
يعني زادت في فرص مية. هو المفروض ما يتقالوش الاسامي ما دام سي كريم يدعموا في كره اليد وفي الرياضه ما يسالش خليه يتعداوا ما يسالش يعطيهم الصحه. بارك الله فيكم عايش كسليم يعطيكم الصحه. هو دعم احنا نقولوها خاطر يدعموا فينا وخاطر واقفين معانا، وهذه ايضا مؤسسه كانت في وقت قريب شريكه معانا وغادرت وفسخت العقد، لانه الجامعه المكتب الجامعي السابق ايضا اخل بالتزاماته الماليه تجاه الشركه هذيا. صفينا الامور واليوم كان عندي اجتماع اليوم الصباح في مقر الشركه ومتفقين مع رئيس المدير العام كونه وباش تكون العلامه نتاع المؤسسه هذيا على قميص المنتخب في بطوله افريقيا القادمه ان شاء الله. مهم جدا اكيد. باهي مادام جبت على بطوله افريقيا سي كريم، شنو هي حضورنا ان شاء الله في البطوله هذه؟ والله شوف احنا اليوم المنتخب الوطني التونسي يمر بفتره انتقاليه، يعني تعرفوا المشاكل، هناك مشاكل تاع انضباط، بعض اللاعبين اخلوا بقواعد الانضباط وقواعد العيش المشترك وبجلوا مصالحهم على المنتخب، اخذنا قرارات ونقول للمنتخب اليوم غالي برشا، منتخب تونس الاماكن فيه غاليه وما فما حتى حد اليوم ينجم يتكبر على المنتخب او يخرج على قواعد العيش المشترك وقواعد الانضباط داخل المنتخب مهما كان اسمه. تحكي على مروان شويرف وسامة حسني، انور بن عبد الله وقع حالته عمليه تأديب ايضا، هذا الثلاثي طبعا طبعا طبعا. شنو صار؟ نجم نعرف شنو صار سي كريم؟ والله ما نحبش انا نحكي اسرار معناتها تاع المنتخب، ما نحبش نحكي نقول اللي معناتها الناس هذوما فيهم اللي تكبر على المنتخب وبجل مصلحته، فيهم اللي اخل طريقة خطيرة بقواعد العيش المشترك وقواعد الانضباط في المنتخب، ما عادش عندهم مكان ضمن النخبة الوطنية، وأي إنسان وأي لاعب معناتها ماهوش باش يلتزم بالقواعد وبالسلوكيات اللي مطلوبة في منتخب تونس واللي نطالب بها واللي عرفتها أنا في السابق، ما عندوش مكان في المنتخب، حاجتنا بولاد يعني يمشيوا يقاتلوا، وعندنا مجموعة باش تمشي تدافع على حظوظ كرة اليد التونسية، على سمعة كرة اليد التونسية ما كناش نجمو نلقاو حلول أخرى سي كريم، عاش عقوبة تكون مالية خاطر مهمين خاصة اللاعبين هذوما في الجانب الدفاعي خاصة تساوي وأنت تعرف أكيد. لا 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 جانب دفاعي لا جانب هجومي، فما أمور تتجاوز الكرة سي إسلام فهمتني غير مقبولة فهمتني. أنا احتراما قلت لك لحياة المنتخب ما نحبش نقول تفاصيل، ولكن فما أمور لا تقبل وما نقبلوهاش مهما كانت قيمة اللاعب، لا دفاع لا هجوم فهمتني. المنتخب راه ما يقفل حتى لاعب، منتخب مجموعة، واحنا نجحنا في السابق راهو مش بفضل فرديات أكثر منه بفضل مجموعة متلاحمة ومجموعة متناسقة ومجموعة تغير على المنتخب وتحترم المنتخب خاصة. سينو أمين بنور مصاب أيضا ولا داخل في الحكاية؟ أمين بنور يبدو أنه عنده إصابة مش موجود معنا في المنتخب، وإحنا ماشيين بالمجموعة اللي المدرب اختارها باش نمشيو نلعبوا بطولة أفريقيا محترمة وندافعوا على سمعة كرة اليد التونسية. يبدو معناها نتاع ماكش متأكد، ينجم يكون حاجة أخرى معناها. أمين معناتها المدرب خذا خيارات، يبدو أنه حسب أوجاع خير المغادرة ربي وجهه خير. واضح. سينو شنو هي حظوظنا سي كريم؟ نعرفوا منتخب تونس انهزم في النهائي النسخة الماضية في تونس بالذات، المنتخب المصري فورمة كبيرة ظهر لي شفناه حتى ماتش اسبانيا صارت عليه مظلمة يمكن وكان نجم يمشي حتى يفوزوا بالميدالية الذهبية، شنو هي حظوظنا مع منتخب مصري قوي جدا؟ شوف احنا نعاود نقول في فترة انتقالية عندنا 4 سنين 5 سنين مانيش قاعدين نخدموا، والمنتخب صارت فيه عديد الاشياء اللي تراكمات، اليوم باش نلقاو الوضعيه هذه اللاعبين اللي كنت نحكي عليهم في حاله عوده ريسيديفيست. يعني اذا كان ما عندكش اليوم ما تخدمش وما جددش النخبه وما طلعش من لاعبين المصاري اليوم عنده منتخب قوي بفضل لاعبين شبان اللي تم ضخهم في المنتخبات. صحيح. اللي فازوا ببطولة العالم في الأصغر ونهائي بطولة العالم في الأواسط، يعني ناس خدمت لمدة 4 5 سنوات خدمة. نحن كنا نتفرجوا، قلت لي أنا كنت خارج المكتب الجامعي وكنت نتكلم وجيت بحذاك قد كم من مرة إسلام وتكلمت على مشاكل كرة اليد. صحيح هاي صحيح. اليوم ندفعوا في الفاتورة هذه إسلام.
قدرنا ان نعاود نبني منتخب جديد بعقليه جديده، ما يقعد في المنتخب الا اللي يغير على المنتخب، اللي يحب يلعب في المنتخب، والانضباط هو اللي باش يوصلنا، والبناء في المستقبل وتجديد النخبه الوطنيه. اذا كان مطالبين في نصلوا ما فماش، واذا كان معناتها ما جاتش القاب ما جاتش القاب، لكن هذا ما يعنيش انا باش نمشي ومعناتها نتسوحوا، ولا منتخب مصري ماهوش قادرين باش نربحوه، قادرين باش نربحوه على 60 دقيقه كل شيء ممكن، ولكن على الورق المنتخب المصري هو الاقوى اليوم، دايز القلوب، وهو اللي يلعب قدام جمهوره اليوم زاده، فهو الفافوري اكيد، لكن ما يعنيش اننا باش نهبطوا يدينا. سينو صار تقييم مشاركة في الجماد، وإلا فقط هي كانت تحضير بطولة أفريقيا فقط، معناها خلت تونس تقلقوا شوية بالمستوى في بعض المقابلات، خاصة نحكي على ماتش صربيا. شوف احنا قلنا قبل ما نمشي هذه بطولة افريقيا تتلعب في الصيف اول مرة، في شهر جوان ما فماش منتخبات باش تحضر معاهم، جات مناسبة نتاع البطولة الالعاب البحر المتوسط، قررنا باش نمشيو بالمنتخب الاول باش نحضروا نلعبوا مقابلات في مستوى طيب في نسق يعني دوره باش نجهزوا المنتخب نتاعنا، ما كانش ما هدفنا باش نمشيو نفوزوا بميداليه، ما نكذبش عليك عمرنا ما حددنا الهدف هذا، ولكن قلنا نلعبوا مباريات جديه. المردود في بعض المقابلات خاصه في مقابله صربيا ما كانش معناتها كان سيء جدا مرفوض، حتى في مقابلات وديه ما نلعبوش بالمستوى هذاك، فما سمعة تاع منتخب وفما يعني اسم تونس في الميزان، فمش مع مقبول كوننا نتيحوا للمستوى اللي رينا في ماتش صربيا، وهذاك علاش اليوم مع حالة عدم الانضباط يصبح كثير علينا وعلى الرأي العام وعلى الجامعة وعلى المكتب الجامعي اللي قاعد يبذل في مجهودات جبارة أنه يوفر الإمكانيات ويوفر ويجيب مستشارين ويواجه الصعوبات المالية الكبيرة، فمطلوب الملاعبية اليوم أيضا من جانبهم يعطيو يعني كل ما عندهم من أجل أنه كرة اليد التونسية تكون في مستوى السمعة اللي يعرفوا عليها التوانس. واضح، يعطيك الصحة. ما كانش هذا الحال في الألعاب البحر المتوسط، نتمنى ونطالب وأنا باش نكون مع الوفد من أول دقيقة، باش نسافر مع الوفد يوم الأحد باش نقعد معاهم أسبوع كامل تلت بطولة أفريقيا، هذا هو الخطاب تاعنا اليوم مطلوب من المنتخب ومن اللاعبين اللي موجودين اليوم، ردة فعل تليق مستوى كرة اليد التونسية وسمعة كرة اليد التونسية. أكيد كما قلت أنت 60 دقيقة كل شيء ممكن مع المنتخب المصري، ظهر لي التاريخ أثبت ديما اللي يبدأ فافوري ظهر لي يلقى برشا صعوبات، هكا ولا سي كريم؟ شوف احنا ما فيش كل هما فافوري وهذه حقيقة، هما الأقوى على الورق، هما اللي يلعبوا قدام أرضهم وقدام في أرضهم وقدام جمهورهم، ولكن احنا نبقاو ديما اسمنا تونس دايما. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي في مهمته القادمة، وإن شاء الله أيضا للمكتب الجامعي مهم برشا يكونوا دي سبونسور من نوع هذا يدعموا كرة اليد التونسية في الظرف الصعيب هذا اللي تعيشه، خاصة كرة اليد هي الرياضة الأكثر يمكن تتويجا في تونس، وهي اللي عودتنا بالألقاب والتتويجات وفرحت برشا تونس. يعطيك الصحة سي كريم، موزيكا الأخبار وبعد مكملين فير بلاي حتى للخمسة ونص.